السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معايا في قناة تريتو الحمامة أمستردام. إخواتي الحبايب، اليوم إن شاء الله نقدم لكم الحلوى من حلويات الكعاب الغزال. ما كاينش اللي ما كيعرفش الكعاب، ولكن كل واحد الطريقة ديالو كيفاش كيعملهم. أنا عندي هنايا إن شاء الله غنبداو بكيلو ديال الطحين، غربلتو وعملتو في الماكينة. كيلو ديال الطحين عندنا هنا 400 غرام ديال الزبده مذوبه اللي هما جوج سلايف. عندنا هنا كاس كبير ديال المزهر اللي هي قرعه رضومة المزهر. عندنا هنا جوج صفار ديال البيضه. عندنا هنا معلقه ديال العسل. عندنا هنا قبيصه ديال الملح. عندنا هنا جوج معالق السكر كلاصي مع المسكه حره. بسم الله باش نبداو ان شاء الله بالزبدة. بالنسبه للكعاب عندنا هنا كيلو اللوز اللي هو مقشر ومطحون، طحنته مع 4 كيلو السكر. كيلو اللوز طحنته الطحنه الاولى بلا سكر، الطحنه الثانيه عملت له 4 كيلو السكر كلاص. وعندنا هنايا الزبده جوج مغارف ونص ديال الزبده. عندنا هنا المزهر، مسكه حره ما غادي نعملهاش في العقده حيت عملتها في العجينه. ودابا غادي نخلط في العجانه ان شاء الله. حبايب قلبي، انا رجعت لكم دابا باش نوري لكم العجينه ديالنا. ها هي وجدات، عجنت مزيان مزيان مزيان. هذه هي العجينه ديال الكعاب، كعب تطوانيا شماليا. هاد العجينه هادي غادي نخرج منها واحد الحلوى اخرى حتى هي كتعدل بالعجينه ديال الكعاب، ولكن النكهه ديالها كتختلف بالنسبه لعقده ديال اللوز. ما غادي نعجنهاش بالمزهر، غنعجنها بالسمك بالطيبه. هذه هي العجينه ديالنا، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، في نفس الوقت ما خصهاش تكون رطبه بزاف باش ما تعذبكمش في النقيش. ومن بعد ديك الساعات غادي نوري لكم كيفاش كنقش انا والشكل النهائي من بعد ان شاء الله. الورقه ديالنا كخصها اللي نطبقوها حتى تبان الرخامه. مشاهدين ديالي المزيونات، هذا هو الشكل النهائي للكعاب الغزال ديالنا، كعبه تطوانيه.
هذه هي الكعاب اللي عطيتكم المقادير ديالو، ولكن انا عندي التواصل حيت عندي الكوموند ديال واحد الحنه. الله يكمل عليهم بالخير ويكمل على وليداتنا وليدات المسلمين كيف اجمعين يا ربي. انا عطيتكم المقادير ديال المريشه هي هذه ملوزه، من بعد نعطيكم المقادير ديالها. البريوات عطيتكم المقادير ديالهم. الحلوه ديال الطويسات هذه كنعملها انا اختصاصيه في هذه الحلوه، هذه كنعدلها مزيونه بزاف وكلشي الناس كتعجبهم. دابا نعطيكم المقادير ديالهم. والكعيبات هما هادو اللي عدلناهم، وهذه الحلوه ديال الحنه، هذه حلوه ديال الحنه العروسه طلبتها مني هيدا. ديك الساعات نعطيكم عوض المقادير ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا. وشكرا للمشاهدين ديالي على المتابعه. حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله نعطيكم مقادير بزاف الحليوات اللي شفتو هنايا باقي ما حطيتهمش في اليوتيوب. نتمنى تجربوهم وان شاء الله الا زدتكم زوينين كتبوا لي كومونتير بلي زدقت الوصفه هي هذيك الحق الطريقه. وانا كنبسط لكم الحاجه باش تزعموا تعدلوا الحاجات في الدار ديالكم علاش لا. وشكرا بزاف على المتابعه والى اللقاء.